المزيد على كل حول كل هذه المواضيع معي في الاستوديو السيد حبيب عقيقي كبير استراتيجي الاسواق بتريد بيديا. اهلا وسهلا حبيب. محمد. صباح الخير. صباح النور. نمنا نبدا خلينا نبدا من العوائد بانه نظرنا عليها اخيرا. ما الذي يعود ويرفع العوائد بهذا الشكل في نظريه انه هي فلودينج ذا ماركت بالاصدارات الجديده؟ اليوم الخزانه الامريكيه عم تصدر الكثير من السندات، في وجهه نظر اخرى انه في اليوم لونج ريتس اسعار الفائده ستبقى اعلى لمده أطول. بدأ السوق يستوعبها وبالتالي هذا يرفع العوائد، ما وجهة نظرك؟ رح نبدأ باليلز لأنه هي المحرك الأساسي لكل مختلف الأصول المالية. عم ترتفع عوائد السندات خاصة العشر سنوات عم يقترب من أعلى مستويات لهذه الدورة، وهي مستويات العام الماضي أيضا أعلى مستويات منذ عام 2007. هذا الارتفاع بعوائد السندات عائد لعدة أسباب. السبب الأول هو الإصدارات الكثيفة للسندات من قبل وزارة الخزانة لسد العجز الفيدرالي الكبير. السبب الثاني هو quantitative tightening أو التشديد يلي عم يقوم فيه الفيدرالي، التشديد الكمي اللي عم يقوم فيه الفيدرالي إما من خلال بيع السندات يلي بيع السندات اللي بيحملها على البالانس شيت تبعه لحتى يلم سيولة من السوق أو بخليها تماتشور من دون ما يعمل رولينج أوفر. السبب الثالث هو ارتفاع توقعات رفع الفائدة مرة إضافية لهذا العام وانخفاض توقعات خفضة بالفترة القادمة. هول هن الثلاث أسباب الأساسية اللي عم يؤدوا لهذا الارتفاع بالعوائد، وطبعا أثر هذا الارتفاع عم بيكون ظاهر على مختلف الأصول المالية. إن كان الذهب عم نشهد تراجع بالذهب، دعم عم بيشكل دعم للدولار الأمريكي وعم يضغط على أصول المخاطر المرتفعة مثل الأسهم. بتصبر أبرز سؤال هو إلى أي مدى ممكن أن يستمر ذلك، لأنه في عاملين من الثلاثة متغيرة. يعني اليوم موضوع أنه إصدارات الخزينة الأمريكية ما رح يضل معنا، فبالتالي وموضوع حتى الquantitative tightening يعني يتحكم فيه المركزي، فاليوم إلى أي مدى تعتقد أنه هي العوائد مستمرة بأنه نشوف العشر سنوات عند 4.3 أو أعلى؟ ممكن نشوف مستويات قياسية جديدة لأنه هلأ الزخم الصعودي قوي، ولكن لا أتوقع أنه ترتفع بشكل كثير كبير أو تستمر هذه الارتفاعات لفترة طويلة. خاصة أهم في أرجمنت كبير بالسوق أنه بده الفيدرالي يبلش يخفض أسعار الفائدة ولو أنه بفترة أبعد. أنا ماني مقتنع أبدا بحاجة خفض معدلات الفائدة حاليا، ولكن بغض النظر مش ضروري يخفض معدلات الفائدة حتى تتراجع العوائد. مجرد الإشارة أو تأكيد مجرد أن يتأكد المشاركين بالسوق أنه دورة التشديد انتهت، ما بعد في داعم أساسي لارتفاع العوائد، وهذا السبب الأساسي بتوقع أنه ما رح نشهد استمرار لهذا الاتجاه الصاعد بالعوائد. هذا السبب الأساسي. هذا الأسبوع عنا الـ PCE أرقام الإنفاق الشخصي قد تكون مهمة، وعنا شهادة باول بجاكسون هول، وفي بدأ أصوات تقول أنه رح يكون متشدد أكثر من المرة الفائتة لأنه الأرقام الاقتصادية منذ اجتماع الماضي لحد اليوم كانت قوية بالولايات المتحدة، ما رأيك؟ العام الماضي استخدم مؤتمر جاكسون هول جيروم باول للإشارة إلى استمرار الفيدرالي برفع معدلات الفائدة أو لإشارته بأنه دورة التشديد كانت بعدها ببدايتها، وهذا أدى وقتها إلى ارتفاع العوائد وتراجع سوق الأسهم. طبعا هلأ الوضع مختلف، صحيح التضخم عم يتراجع ولكن التضخم الأساسي ما زال مرتفع، أسعار المنازل عم بتسجل مستويات قياسية بعدد كتير كبير من الولايات، سوق العمل صلب جدا، مطالبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي تراجعت، معدل البطالة عند أدنى مستويات. حتى البعض بدأ يقول يمكن في تفادي كلي لي ولا سوفت لاندنج، حتى ما في لاندنج بالمرة. ماشي الحال. حبيب لأقل من دقيقة تعليق على ما يجري بالصين برأيك، كما حجم المشكلة؟ هذا هو الخطر الأساسي اللي ممكن يعكس كل المعادلة حاليا ويعكس كل الاتجاهات لمختلف الأصول المالية. إذا تفاقمت هذه الاضطرابات وانتقلنا إلى أزمة حقيقية بثاني أكبر اقتصاد بالعالم، ستتردد تداعيات هذه الأزمة على مختلف الأصول المالية. ما رح نرجع نشوف ارتفاع، هذا سبب آخر لعدم ارتفاع عوائد السندات، رح نرجع نشوف طلب على السندات الأمريكية وبالتالي تراجع بالعوائد، تراجع بسوق الأسهم، ارتفاع بالذهب وارتفاع الدولار الأمريكي. رح نرجع نشوف إذا بدك شفلين كامل بأداء مختلف الأصول المالية في حال تفاقمت هذه الأزمة. هل برأيك اليوم خطوة المركز الصيني لم تكن كافية؟ أبداً. كان السوق بيتوقع أكثر من ذلك. حتى الخطوات اللي أخذها بالأسبوع الماضي منها كافية، يعني عم يرفع
0.1 و0.15. إذا فعلا في أزمة عم تتطور بده ياخد إجراءات صارمة أكثر. شكرا جزيلا لك سيد حبيب عقيقي كبير استراتيجي الأسواق بتريد بيديا. أهلا وسهلا بك.